بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة. هذا الكتاب الذي نتعلم من خلاله حدود الإيمان والكفر، وندرس من خلاله قضية الإيمان ومتى يكون الشخص مؤمنا ومتى يكون كافرا. ورأينا في المرة السابقة كيف أن حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالى يقسم الوجودات إلى خمسة: الوجود الحقيقي، الوجود الحسي، الوجود الخيالي، الوجود العقلي، الوجود الشبهي. فالوجود الحقيقي هو الوجود الذي نعرفه جميعا، كإثباتنا لوجود الشمس والقمر والسماء والأرض والعرش والكرسي على حقائقها كما هي كما جاءت. ثم الوجود الحسي، وهو الذي يتمثل في العين دون أن يكون له وجود في الخارج، كما يرى النائم أمورا، أو كما كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم الملك دون أن يراه أحد، أو كما تظهر الملائكة لبعض الناس. فهذا وجود اسمه وجود حسي. ثم هناك الوجود الخيالي، وهو صورة المحسوسات إذا غابت عن الحس، الصورة التي يكونها الذهن عن الأمور إذا غابت عن الحس. ثم هناك الوجود العقلي، وهو وجود حقيقة الشيء ومعناه، كما إذا تذكرت مثلا القلم. فالقلم وجوده العقلي هو أن أعرف وظيفة القلم، فالقلم به ينقش وبه نكتب، فهذا إثبات لوجود للقلم، لكن من جهة العقل، من جهة الوظيفة، من جهة الاستفادة التي نستفيدها منه. كذلك اليد، الوجود العقلي لليد هو أن أثبت معنى القدرة في اليد أو معنى النعمة في اليد، فهذا وجود لكن وجود عقلي. ثم هناك الوجود الشبهي، الوجود الشبهي هو أن يكون الشيء، أن يكون الموجود شيء آخر، أن يكون الموجود شيئا آخر يشترك مع الشيء في صفة من صفاته. الشيخ المرة اللي فاتت أعطانا مجموعة من الأمثلة التي تخص كل نوع من هذه الأنواع، وهذه كلها درجات من الوجودات، لا يعد القائل بواحدة منها منكرا لوجود الشيء. طيب، الآن هنتحدث عن سعة وجوه الإقرار. هيبدأ الشيخ بقى يطبق هذا على قانون، على مسألة الإيمان، وكيف يكون، أو كيف يعني نفهم مسألة الإيمان والكفر في ضوء هذه الوجودات الخمسة التي ذكرها الشيخ، بحيث يدخل في هذا القانون الذي سيضعه الشيخ كل من قال لا إله إلا الله في حدود دائرة الإيمان. فهنتحدث اليوم عن سعة وجوه الإقرار، أو سعة وجوه التصديق بناء على هذه الوجودات الخمسة، مع تقرير قانون التأويل. قال: اعلم أن كل من نزل قولا من أقوال الشرع على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين، فهو من المصدقين. فإذن كل من، إذا قلنا مثلا العرش أو الكرسي على سبيل المثال، الله عز وجل أخبرنا عن وجود مخلوق اسمه العرش، فمن أثبت للعرش وجودا حقيقيا أو حسيا أو خياليا أو عقليا أو شبهيا لا يعد منكرا
لا يعد منكرا لوجود العرش، بل هو متأول، نسميه متأول لا نسميه منكرا. وفرق بين المتأول والمنكر. فلذلك كل من يقول الشيخ يعلم أن كل من نزل قولا، طبعا يعني أنا مش محتاج أنبه كل شوية إنه بعض هذه التأويلات لا تقبل. يعني إذا جالي واحد وقال لي مثلا العرش وجوده مثلا شبهي على سبيل المثال، فمش معنى إنه إحنا بنقول أنت لا تعد منكرا فلا تعد كافرا إن كلامه صح. لا، دي مرتبة أخرى يا أخواني. لذلك أنا بنبه دايما على حضراتكم إن إحنا نفرق بين مرتبة أن يوصف الإنسان بأنه كافر أو مرتبة أن يوصف الإنسان بأنه مبتدع. فالشيخ هنا في هذا الكتاب يتحدث عن دائرة الإيمان والكفر، وليس عن دائرة السنة والبدعة، وليس عن دائرة الاهتداء ودائرة الضلالة. فإحنا بنقول أنت يا أخي يا من تأولت حتى وإن كان تأويلك فاسدا، فلأنك تأولت فهذا التأويل لا يعد إنكارا، لأنه في فرق بين التأول والإنكار. واضح يا أخوانا؟ طيب، إذا نرجع لكلام الشيخ، يقول اعلم أن كل من نزل قولا من أقوال الشرع على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين. وإنما التكذيب أن ينفي جميع هذه المعاني. يعني لو قلت لواحد أنت كي هل تثبت العرش الذي خلقه الله، المسيح الدجال، البعث والحساب، صفات الله سبحانه وتعالى، قال لك أنا أنفي كل هذه الوجودات الخمسة. لا أثبت مثلا للعرش لا وجود حقيقي ولا حس ولا خيالي ولا عقلي ولا شبهي. المسيح الدجال يقول لك أنا لا أثبت له وجود حقيقي ولا حسي ولا خيالي ولا عقلي ولا شبهي. يقول له إذا أنت منكر، إذا أنت في هذه الحالة منكر. فهذه الوجودات الخمسة هي التي تجعل قول القائل داخلا في دائرة الإيمان، داخلا في دائرة الإيمان. يعني مثلا لما نيجي نشوف مثلا مسألة المسيح الدجال على سبيل المثال، هتبص تلاقي الآن في عصرنا ومنهم مثلا الدكتور مصطفى محمود وغيره ممن يدعون تجديد الدين أو نحو ذلك، بينكروا أن يكون في شخص اسمه المسيح الدجال. إحنا أهل الإسلام بنثبت وجود المسيح الدجال الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، بنثبته على أنه وجود حقيقي، وجود حقيقي. فهناك شخص بهذه الصفات المعينة التي أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأتي ويكون فتنة للناس في آخر الزمان، وربنا سبحانه وتعالى سيجري على يديه بعض الخوارق بحيث تكتمل فتنة هذا الرجل الذي حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. ده اعتقاد أهل السنة والجماعة. ليه؟ لأنه عند أهل السنة والجماعة التأويل لا يكون إلا لدليل، يعني الأصل في الكلام أن يحمل على ظاهره وعلى حقيقته، وبناء على ذلك فإحنا بنفهم المسيح الدجال إنه رجل حقيقي بهذه الصفات. طيب، لو جالنا الآن واحد زي الدكتور مصطفى محمود أو زي إسلام بحيري أو زي الناس دي كلها، وجي قال والله لا مفيش حاجة اسمها المسيح الدجال، ده هو تعبير عن الحضارة الدجالية حيث ينتشر الكذب بين الناس في آخر الزمان، والإنسان يرى بعين واحدة بدل ما يجمع في رؤيته بين أمور المادية والمعنوية، أو بين قدرة الإنسان وقدرة الله، أو بين عالم الغيب وعالم الشهادة، لا هيصبح هذا الإنسان بعين واحدة، أو الحضارة اللي بيعيشها الإنسان بعين واحدة. فهو الآن أثبت وجودا شبهيا للدجال. احنا قلنا الوجود الشبهي هو إنه أن يكون الموجود مع المعنى الحقيقي في صدية في العالم مثلا. فإذا قال واحد زي الدكتور مصطفى محمود هذا الكلام، هل يعد كافرا؟ لا، لا يعد كافرا، لكن نقول أنت أخطأت، أنت ابتدعت، أنت أتيت بكلام لا دليل عليه، أنت خرجت عن قانون العلم، أنت يعني أولت الكلام بلا داعي، أنت فسرت الكلام على غير وجهه الصحيح. نقول له بقى اللي احنا عايزينه، لكن
ما نقولش كفرت، لأن الكفر مسألة مختلفة. واضح يا مشايخ؟ طيب، يقول: اعلم أن كل من نزل قولا من أقوال الشرع على درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين. زي ما قلنا لحضرتك، على أي درجة من هذه الدرجات فهو من المصدقين، لا نقول كافرا. لذلك يا جماعة، احنا قلنا لحضراتكم قبل كده إن المسلم يسمى المسلم الصعب. يعني إيه المسلم الصعب؟ يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، الأصل أن تصحح أقواله، يعني أن تحمل أقواله على أحسن المحامل. وحجة الإسلام الغزالي نفسه له عبارة أنتم تحفظونها جميعا وتعرفونها، وهي إن من قال قولا يحتمل الكفر من 99 وجها ويحتمل الإيمان ولو من وجه واحد، حملنا كلامه على وجه الإيمان. فلذلك احنا اي حد بينزل اقوال الشرع واخبارات الشرع في القران او في السنه على اي وجه من هذه الوجوه الخمسه التي ذكرناها يعد من المصدقين ولا يعد من المنكرين. فهو من المصدقين، وانما التكذيب ان ينفي جميع هذه المعاني. يعني نيجي مثلا في مساله الدجال دي، يقول لا مفيش حاجة اسمها الدجال، دي خرافات، أو دي خرافات، دي أساطير الأولين. ينكر أصلا مسألة الإيه الدجال هذه، مع إقراره بأن النبي صلى الله عليه وسلم قالها. لأنه برضو ممكن ينكر مسألة الدجال ويكون إقراره لها ويكون إنكاره لها ليس تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون تكذيبا للرواة أو للروايات أو للأحاديث. يقول لك لا، ده الرواة كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا اتهم الرواة بالكذب لا يعد كافرا، لا يعد كافرا، وإنما يعد، نسميه بقى اللي أنت عايزه بقى، نسميه فاسق، نسميه ضال، نسميه مبتدع. لكن متى يكون كافرا؟ إذا كذب، زي ما قلنا القانون اللي احنا وضعناه في الأول خالص، إنه محور الإيمان والكفر هو التصديق أو التكذيب بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الآن إذا قال لك لا ما فيش حاجة اسمها الدجال، دي خرافات، دي أساطير، نقول له: هل تقول إنها أساطير مع إقرارك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها، ولا أنت بتقول إنها أساطير لأنه الفقهاء غشوا الأمة والعلماء والرواة كذبوا على الأمة؟ هيقول: والله الفقهاء كذبوا عليكم وخدعوكم عشان يعيشوكم في الخرافات يا مسلمين، وكلام زي كده. نقول له: طيب خلاص، شكرا، انت الان ما زلت مسلم، لكن من فضلك روح اتعلم، لكن ايه، لا نكفره. واضح يا مشايخ؟ طيب، وانما التكذيب ان ينفي جميع هذه المعاني ويزعم ان ما قاله لا معنى له، وانما هو كذب محض، وغرضه فيما قاله التلبيس أو مصلحة الدنيا، وذلك هو الكفر المحض والزندقة. إذن الكافر هو المنكر لكل هذه المعاني. فالذي يكذب شيئا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول إن النبي قاله لمصلحة دنيوية مثلا، أو النبي كان بيخاطب الناس على قدر عقولها لكن الكلام ده مش موجود، أو النبي كان بيخدع الناس أو نحو ذلك، أو هذا هو الذي إيه يسمى كافرا. ولا يلزم الكفر المؤولين. يبقى المؤول، يريد الشيخ أن يقول إن المؤول لا يلزمه الكفر، يعني المؤول لا يسمى كافرا، ولا يلزم الكفر المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل كما سنشير إليه. إذن الشيخ الغزالي رحمه الله سيذكر هنا شيء من قانون التأويل، وللشيخ الغزالي نفسه رسالة صغيرة، آمل إن إحنا إن شاء الله نقرأها بعد هذه الرسالة، هتاخد مننا مرة أو مرتين. ذكر فيها بعنوان قانون التأويل، أيضا وضع فيها قانون التأويل. طيب، هنا ماذا يقول الشيخ؟ يقول: ولا يلزم الكفر المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل، يعني ما داموا يعملون بقانون التأويل، بضوابط التأويل. ما هي هذه الضوابط؟ سيذكرها الشيخ بعد ذلك. من أين أتى حجة الإسلام بهذه الضوابط؟ من القرآن والسنة، من تصرفات الصحابة رضي الله عنهم. يعني
لا تظنوا حضراتكم أن الكلام اللي مكتوب في هذه الرسالة هو عبارة عن أفكار الغزالي. إحنا علماءنا يا أخواننا مش مفكرين بالمعنى المعاصر للكلمة، مش بمعنى أن العالم يقعد كده يفكر في الفضاء، لا، إحنا علماءنا مفكرين بالمعنى المنضبط للكلمة، بمعنى أنه بيفكر في إطار واضح من نصوص الكتاب والسنة، من فهوم الصحابة، من تصرفات الأئمة، من القواعد التي وضعها علماء وأئمة الإسلام، بخلاف من يسمون الآن مفكرين. يعني لما تشوف واحد زي يوسف زيدان، ولا واحد زي فلان، ولا علان، ولا علان، بيسموهم مفكرين. الآن بيطلقوا كلمة مفكر على كل من يفكر في هدم الإسلام. ثم لما تيجي تقرأ أفكارهم تلاقيها عبارة عن انطباعات، يعني هي عبارة عن أفكار هلامية لا ضابط لها ولا رابط، وهي أكثرها انطباعات عامة. انطباعات عامة، أمور كده هوت، يعني إيه؟ أي فكرة جت في دماغه متعلقة بالدين، طالما فيها دين، طالما فيها إسلام، طالما فكر في الآية أيا كان إيه التفكير، فكر في حديث أيا كان إيه التفكير، فكر في أحوال المسلمين أيا كان إيه التفكير اللي هيطلع لنا بيه، فهو يقول لك مفكر إسلام. لا يا أخوان، إحنا لما بنقول لحضراتكم إن حجة الإسلام وضع هنا فيصل التفرقة، وضع قانون التأويل، هو نعم أعمل عقله ونظره، لكن إعماله للعقل والنظر هنا منضبط بنصوص القرآن والسنة، بتصرفات وفهوم الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، بما جاءه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش تفكير في الفراغ. يعني هو ليس تفكيرا في الفراغ. لذلك أنا بقول لحضراتكم، وهذا المعنى أشار إليه عدد من المشايخ، إنه المفكر الحقيقي الذي يستحق كلمة مفكر إسلامي هو الفقيه، هو الأصولي، هو المتكلم، دولة المفكرين الإسلاميين. الجماعة اللي بيسموهم مفكرين إسلاميين دولة يا إخواننا، دولة يعني ممكن نسميهم صحفيين، ممكن نسميهم مثلا ناس كده عوام قاعدين مع بعض وبيقولوا كلام ممكن يبقى شكله حلو، كلام لطيف، ممكن بعضه يبقى لطيف، لكن هل يحمل هذا الكلام على محمل الجد ونناقشه وندرسه؟ لا، كلام لا يستحق لا دراسة ولا مناقشة ولا حاجة. الكلام اللي يدرس كلام المفكرين الحقيقيين، كلام المفكرين الحقيقيين. يعني ما تاخدش كلام من يسمون مفكرين الآن في هذه الأيام على محمل الجد، يعني إيه؟ ما تركزش معاهم قوي، لأن كلامهم معظمه كلام لا يستحق إنك تفكر فيه، أو إنك يعني كلام غير منضبط زي ما قلنا لحضراتكم، وبالتالي لا يؤخذ على محمل الجد. طيب، قال: وليلزم الكفر المؤولين ما داموا يلازمون قانون التأويل كما سنشير إليه. سيأتي هنا في هذه الرسالة ويشير إلى قانون التأويل، وأن لحضراتكم هناك رسالة وضعها خصيصا في قانون التأويل، إن شاء الله نقرأها سويا برضه. قال: وكيف يلزم الكفر وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه؟ يعني المؤول لا يكفر. ليه؟ بيقول: لأنه ما من فرقة من فرق المسلمين إلا وعندها تأويل. حتى أكثر الناس الذين تظن أنهم أبعد الناس عن التأويل، زي الحنابلة مثلا، أو زي المتمسحين بالحنابلة الآن من السلفية، هتلاقي عندهم تأويل، لكن لا يسمونه تأويلا، والعبرة ليست بالأسماء ولكن بالمعاني. يعني روح كده لأي حد بينكر التأويل واسألوا على قول الله عز وجل: كل شيء هالك إلا وجهه، واسألوا عن قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هيفسرها إزاي؟ هتلاقيه بيقول لك كل شيء هالك إلا وجهه، فهتلاقيه بيفسر الوجه بالذات، فده تأويل. وهو معكم أينما كنتم، هتلاقيه بيفسر المعية بمعية العلم والإحاطة وليست المعية الذاتية، وهذا تأويل. فأنت ما من أحد من أهل الإسلام إلا وهو مضطر للتأويل. ما هو التأويل يا أخواننا ببساطة؟ التأويل هو إخراج اللفظ عن حقيقته إلى المجاز. ودي برضو كلمة حجة الإسلام الغزالي عندما يقول: ويكاد أن يكون كل إخراج للفظ عن حقيقته إلى مجازه تأويل. كل هذا إيه؟ كل هذا اسمه تأويل، إخراج اللفظ عن ظاهره أو عن حقيقته المتبادرة. طيب، فإذا كل الناس مضطرين إلى التأويل، حتى في كلامنا العادي،
في مجازات وفي استعارات وفي كنايات، فدائما لا يحمل الكلام على حقيقته. والمجازات والاستعارات والكنايات زي ما هي موجودة في الكلام العادي موجودة في كلام العرب، وزي ما هي موجودة في كلام العرب فالقرآن نزل بلغة العرب، فلا بد أن يكون في القرآن مجازات واستعارات وكنايات، ولا بد أن يكون في القرآن تأويل بهذا المعنى. والتأويل بهذا المعنى من جمال اللغة. لما تقول لواحد مثلا قلبي معاك، لما تقول لواحد قلبي معاك، أنت إزاي بتفهم الكلمة دي؟ لما نقول لحد قلبي معاك معناها إيه؟ معناها إنك حاسس بيه، بتشاركه أحزانه، بتشاركه أفراحه، ده المعنى. لكن هل في حد في الدنيا بيفهم قلبي معاك إنك شلت قلبك واديته له؟ ما حدش أبدا. لما بتبقى حضرتك عايز تشيل ترابيزة تقيلة وتقول لحد اديني إيدك، هل بيقطع إيدك ويديها له أو بيمد لك إيده كده؟ لا، اديني إيدك يعني شيل معايا، اديني قدرتك. فإذا اللغة فيها هذا الجمال، هذا من أوجه جمال اللغة العربية. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فلازم يكون هذا في القرآن. لذلك هتلاقوا بعض من ينكرون التأويل أو يدعون إنكار التأويل، هتلاقيهم بينكروا المجاز، يقول لك ما فيش حاجة اسمها مجاز في القرآن، وهذا أمر في غاية العجب. المهم، فيقول: وكيف يلزم الكفر وما من فريق من أهل الإسلام إلا وهو مضطر إليه؟ يبقى كل أهل الإسلام مضطرين إلى التأويل، لكن هتلاقي بعضهم يتوسع في التأويل وبعضهم بيضيق في التأويل. فالكلام يبقى المفروض على إيه بقى؟ مش نأول ولا ما نأولش، لأنه التأويل جزء من طبيعة اللغة التي نزل بها القرآن. فيبقى المفترض ينتقل الحديث على إيه؟ مش نأول بقى ولا ما نأولش، لا، المفروض يبقى الكلام على ما هو ضابط التأويل، ومتى يكون التأويل، وما هي ضوابط وشروط وقواعد التأويل، ما هو قانون التأويل. يبقى هو الكلام المفروض يبقى في كده. لكن إن حضرتك تيجي تنكر التأويل كده إطلاقا وتقول ما فيش تأويل، يبقى أنت لا فاهم لغة ولا فاهم قرآن ولا تعرف كيف تصرف العلماء في نصوص القرآن والسنة، وكيف فهم العلماء القرآن والسنة. لذلك انصبت جهود العلماء على ضوابط التأويل ووضع قانون للتأويل وشروط للتأويل. طيب، قال: فأبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل الحنابلة. معروف أن الحنابلة أكثر ناس يلتزمون ظواهر النصوص وأقرب الناس إلى ما يسمى النصية. طيب، أبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل، وأبعد التأويلات عن الحقيقة وأقربها إلى أن يجعل الكلام مجازا واستعارة الوجود العقلي والوجود الشبهي. يبقى إذن إيه؟ الشيخ هنا بيديك إيه؟ معلومتين. المعلومتين دول بمثابة مقدمات اللي هيقوله بعد كده. المعلومة الأولى إنه أبعد الناس عن التأويل أحمد بن حنبل والحنابلة. المعلومة الثانية إنه الوجود العقلي والشبهي، إحنا قلنا عندنا وجودات خمسة، يبقى إحنا بناخدهم، خد بالك كده، حجة الإسلام حطهم بالترتيب، فأقربهم للحقيقة وعدم التأويل هو الوجود الحقيقي، إنك تثبت الشيء كما هو. شمس شمس، خلاص. طيب، أبعدهم عن الحقيقة هو آخرهم، اللي هو الإيه العقلي والشبهي. قلنا الوجود العقلي هو إيه؟ هو إثبات وجود للشيء، لكن من خلال ماذا؟ من خلال معناه. يعني أنت تثبت اليد، لكن لا تثبت اليد، لكن تثبت وظيفة اليد، معنى اليد اللي هي القدرة. الوجود الشبهي إنك لا تثبت الشيء، ولكن تثبت شيء آخر يشترك معه في صفة من صفاته. فإذا الشيخ هنا بيقول إيه؟ بيقول إنه أبعد التأويلات عن الحقيقة. أنت كلما الوجود الحقيقي هو الحقيقة، الوجود الحقيقي هو الحقيقة، الوجود الحسي الخيالي أقرب إلى الحقيقة، الوجود العقلي والشبهي أبعد عن الحقيقة.
طيب فالشيخ هنا بيقول إيه بقى؟ بيقول وأبعد التأويلات عن الحقيقة وأقربها إلى أن يجعل الكلام مجازا واستعارة الوجود العقلي والشبهي، يعني الوجود العقلي والشبهي باختصار أبعد الوجودات عن الحقيقة. واضح؟ طيب ثم يقول والحنبلي مضطر إليه وقائل به، يعني عند الحنابلة، الشيخ يريد أن يقول عند الحنابلة حمل لبعض كلام الشرع على الوجودين اللذين هما أبعد عن الحقيقة. يقول فقد سمعت الثقات من أئمة الحنابلة ببغداد يقولون إن أحمد بن حنبل صرح بتأويل 3 أحاديث فقط، صرح بتأويل 3 أحاديث فقط. طيب طبعا ده كلام حجة الإسلام الغزالي، والحقيقة لما نيجي نتتبع كلام الإمام أحمد بن حنبل هنجد إنه لم يقتصر التأويل عند الإمام أحمد بن حنبل على هذه ال3 أحاديث التي رآها أو التي سمع عنها الإمام الغزالي رحمه الله، لأنه الإمام أحمد بن حنبل تأول آيات في القرآن العظيم. من أشهر الآيات التي أولها الإمام أحمد بن حنبل وذكرها ابن الجوزي في دفع شبه التشبيه قول الله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، يأتيهم الله. أحمد بن حنبل قال لا يأتي الله وإنما تأتي قدرة الله وأمر الله تعالى، وهذا تأويل، هذا تأويل وهذا مشهور من أشهر التأويلات عن الإمام أحمد بن حنبل. فإذا كلام الإمام الغزالي هنا على ما سمعه أو على ما علمه. المهم يقول إن أحمد بن حنبل صرح بتأويل 3 أحاديث فقط، أحدها قوله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والثاني قوله عليه السلام قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، والثالث قوله عليه السلام إني لأجد نفس الرحمن من قبل جانب اليمين. يبقى دول 3 أحاديث تأولهم الإمام أحمد، وكل إنسان عاقل يعرف لغة العرب هيأولهم، لن يحملهم أبدا على حقيقتهم. الحجر الأسود هل هو يمين الله على الحقيقة؟ قلب المؤمن هل هو بين إصبعين من أصابع الرحمن على الحقيقة؟ يعني إذا حملت يمين الله هنا على الوجود الحقيقي، أو إصبعين حملت الأصابع لله عز وجل على الوجود الحقيقي، أو نفس الرحمن على الوجود الحقيقي، تقع في التشبيه مباشرة، والله نفى عن نفسه ذلك، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما، قل هو الله أحد. فلا بد من التأويل، لكن هتختلف مراتب التأويل، هتختلف مراتب التأويل. طيب يقول فانظر كيف أول هذا حيث قام البرهان عنده على استحالة ظاهره. إذن الإمام أحمد بن حنبل هنا وهو أبعد الناس عن التأويل، وهذه الحقيقة رقم 1. الحقيقة رقم 2 إنه لما أول أتى بأبعد درجات التأويل، حيث أثبت وجودا عقليا وشبهيا لبعض نصوص القرآن والسنة. طيب إزاي بقى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فهم هذه الأحاديث الثلاثة؟ يقول فيقول اليمين تقبل في العادة تقربا إلى صاحبها، والحجر الأسود أيضا يقبل تقربا إلى الله تعالى، فهو مثل اليمين لا في ذاته ولا في صفات ذاته، ولكن في عارض من عوارضه فيسمى يمينا، وهذا هو الذي سميناه الوجود الشبهي، وهو أبعد وجوه التأويل. يبقى إذن الإمام أحمد هنا يا أخوانا لما
قال الحجر الأسود يمين الله. الوجود الشبهي هو إيه؟ خلونا نفتكر كده تاني مع بعض، ما هو الوجود الشبهي؟ الوجود الشبهي هو أن يكون الموجود الذي تثبته شيء آخر يشترك في الصفة، يشترك مع الشيء اللي موجود أمامك أو النص الشرعي في صفة من صفاته. طيب الإمام أحمد هنا لما قرأ الحجر الأسود يمين الله قال لك اليمين ليس المراد به يمين الله عز وجل حقيقة، وإنما المراد به ما يتقرب به إلى الله، ده شيء آخر. اليمين تقبل في العادة تقربا إلى صاحبها، فهو أثبت وجودا لليمين وجود شبهي. كذلك الحجر الأسود لما قال الحجر الأسود يمين الله، أو القلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن. طيب إذن هو هنا ماذا؟ أثبت وجودا شبهيا لكلمة اليمين، أثبت وجودا شبهيا لكلمة ماذا؟ اليمين. كيف أن كلمة اليمين وجود شبهي؟ قال لك لأنه أثبت يمين ليست هي يمين الله عز وجل، وإنما يمين أخرى تقبل ويتقرب بها إلى صاحبها. فأنت كما أنك تقبل يد أبيك لتتقرب بهذا التقبيل إلى أبيك، فهو قال لك نعم، عندما نحن نقبل الحجر الأسود فنحن نتقرب إلى الله عز وجل. فهو قال لك يمين تقبل ويد الوالد تقبل، إذن أثبت صفة تشترك فيها ما سمي في الشرع يمين الله وما نعرفه نحن من كلمة اليمين. فإذا الإمام أحمد بن حنبل هنا ماذا فعل؟ أثبت اليمين في الحديث، لكن كيف فهم هذا اليمين؟ فهمه على أنه بمعنى شيء يقبل لنتقرب به إلى الله عز وجل، مش بمعنى إنه لله يمين على الحقيقة أو لله يد هي اليمين على الحقيقة، لا، ولكن بمعنى أن كما أننا نقبل اليمين، يمين الوالد مثلا أو العالم، لنتقرب بها إلى الله بهذا التقبيل، فكذلك نحن نقبل هذا الحجر لنتقرب به إلى الله. فالمعنى الجامع بينهما هو ماذا؟ صفة، هي التقرب إلى من نقبل يمينه، إلى من نقبل يمينه. طيب وهذا هو الوجود الإيه؟ الشبهي، وهو أبعد وجوه التأويل كما قلنا. يقول فانظر أنه كيف اضطر إليه أبعد الناس عن التأويل. يبقى حجة الإسلام الغزالي هنا خد كلام الإمام أحمد بن حنبل وحلله وقال لك هذا التأويل من الإمام أحمد هو أبعد وجوه التأويل، هو أبعد وجوه التأويل وفق هذا التصنيف الذي وضعه حجة الإسلام الغزالي رحمه الله. طيب يقول وكذلك لما استحال عنده وجود الإصبعين لله تعالى حسا، الوجود الحقيقي للإصبعين، إنك تقول أن لله إصبعين حقيقيين كما يعرف الإنسان الأصابع، وهذا منفي عن الله عز وجل، لا يمكن أن نثبت لله أصابع حقيقية، لأن الله نفى عن نفسه سبحانه وتعالى أن يكون مشبها لخلقه، ليس كمثله شيء، فلا بد من التأويل. طيب فيقول لك يبقى إذ من فتش عن صدره لم يشاهد فيه إصبعين، فأوله على روح الإصبعين وهي الإصبع العقلية الروحانية، أعني أن روح الإصبع ما به يتيسر تقليب الأشياء. يعني الإصبع إيه وظيفته؟ إحنا قلنا في القلم الوجود العقلي للقلم هو أن تثبت وظيفة القلم، إنه ما به ينقش ونكتب. الوجود العقلي لليد إنك تثبت اليد بمعنى القدرة، ده الوجود العقلي. طيب الإصبع، الوجود العقلي للإصبع هو إيه؟ الإصبع إحنا بنعمل بإيه؟ بنقلب به الأمور. فقال لك هنا الإصبعين ليس إصبعين على الحقيقة،
ولكن أنا هأثبت وظيفة الإصبعين لله عز وجل. هأثبت وظيفة الإصبعين لله عز وجل دون أن أثبت الإصبعين على الحقيقة. يقول: أعني أن روح الإصبع ما به يتيسر تقليب الأشياء، وقلب المؤمن بين لمة الملك ولمة الشيطان. قلب المؤمن بين لمة الملك ولمة الشيطان، هذا أثر وارد عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، أو عن سيدنا عبد الله بن مسعود لا أذكر الآن. وفيه إنه الإنسان المؤمن قلبه يتقلب بين فكرة من الملك، لمة يعني فكرة أو وسواس أو خاطر يأتيه من الملك، ووسوسه من الشيطان، فقلب المؤمن يتقلب بين هذه الأفكار الحسنة والأفكار السيئة التي تأتيه من الملك أو من الشيطان. فيقول: قلب المؤمن بين لمة الملك ولمة الشيطان، وبهما يقلب الله القلوب، فكنا بالإصبعين عنهما. إذا الإمام أحمد بن حنبل هنا، الإمام أحمد بن حنبل هنا أول الإصبعين التأويل الإيه؟ التأويل العقلي، التأويل العقلي الذي أثبت من خلاله وظيفة الشيء، وظيفة الشيء. والتأويل العقلي من أبعد وجوه التأويل كما ذكر الشيخ. وإنما اقتصر أحمد على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم يظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر. طيب، إني لأجد نفس الرحمن، يبدو أن حجة الإسلام ما جابش الـ الحديث دوت، وقال كيف أوله الإمام أحمد، لكن نفس الرحمن يعني رحمات الله عز وجل، رحمة الله عز وجل. فأيضا يدخل هذا في الوجود، في الوجود العقلي أو الوجود الشبهي. طيب، وإنما اقتصر أحمد على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم يظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر. خد بالك معايا بقى، الشيخ هنا بيشير إلى مسألة مهمة، وهي مسألة متى نؤول، متى نؤول. فقال لك هنا الشيخ إنه التأويل لا يكون إلا إذا استحال الظاهر، وتقدير الاستحالة بتختلف من عالم إلى آخر. فبعض العلماء يرى أن هذا الظاهر مستحيل، وبعضهم يرى أن هذا الظاهر غير مستحيل. وبالتالي الإمام أحمد بن حنبل لما رأى أن فإذا رأى غيره أن هذا الظاهر مستحيل، فالقانون واحد، لا يعاب على من أول إذا تبع نفس القانون الذي أول من خلاله الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. يقول: وإنما اقتصر أحمد على تأويل هذه الأحاديث الثلاثة لأنه لم يظهر عنده الاستحالة إلا في هذا القدر، لأنه لم يكن ممعنا في النظر العقلي. وده معروف، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من لم يكن يعني من التيار الذي تيار النظر العقلي. واحنا قلنا قبل كده، يمكن يعني حضراتكم لو سمعتوني في لقاءات أخرى، قلت إنه السلف الصالح رضي الله عنهم لم يكونوا اتجاه واحد ولا تيار واحد، وإنما السلف الصالح كانوا الحقيقة اتجاهات. هذه الاتجاهات ظهرت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي قال لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. ففي اتجاه خد بظاهر الكلام، وفي اتجاه نظر إلى معنى الكلام، إنما أراد أن يستعجلنا. ففي ناس صلوا فعلا في الطريق، لأن النبي فهموا أن النبي أراد أن يستعجلهم، فأخذوا بالمعنى الكلام، وفي ناس أخذوا بالألفاظ التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. فالاتجاهات دي وجدت منذ عهد النبي، والنبي أقر هؤلاء وأقر هؤلاء. كذلك الأمر في عهد السلف الصالح، كان في عندك تيار بيستحسن الخوض في علم الكلام من السلف الصالح، واللي كان منهم عبد الله بن سعيد بن كلاب والقلانسي والحارث بن أسد المحاسبي، واللي جه بعدهم بعد كده الإمام الأشعري رحمه الله في وسط العالم الإسلامي. في عندك بعد ذلك وقبل هؤلاء أو مع هؤلاء جميعا كان الإمام أبو منصور الماتريدي وتلامذته في بلاد ما وراء النهر، ومنهم في مصر الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقد الطحاوي. كل هؤلاء كانوا تيار،
موجود، وكلهم من السلف الصالح يرون استحباب الخوض في المسائل الدقيقة والإجابة عن الشبهات. في تيار آخر لم يكن يمعن في النظر العقلي، خلاص يكفي القرآن والسنة، الدين ما قال الله وقال رسوله، خلاص بعد ما وراء ذلك وسواس الشياطين. ده اتجاه، ده رأي كان موجود. لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سمع الحارث بن أسد المحاسبي، والحارث بن أسد كان من التيار الآخر، أعجب بكلامه، لكن في نفس الوقت مع أنه أعجب بكلامه إلا أنه نصح أصحابه بعدم مصاحبة الحارث بن أسد المحاسبي. ليه؟ لأنه منهج مختلف. فالسلف كانوا متعايشين مع هذه الاختلافات يا اخوانا. اللي حصل ايه بقى بعد ذلك؟ اللي حصل بعد ذلك ان احنا ضاقت صدورنا عما اتسعت له قلوب السلف، فجالنا ناس، ربنا ابتلانا بناس فاهمين ان الحق فقط في ارائهم هم، وبعدين الامر تطور معهم فصاروا يكفرون من يخالفهم، وهذه هي المشكله التي نحاول علاجها. فاذا الامام احمد معروف انه ليس من تيار النظر العقلي، ليس من تيار الخوض في دقائق المسائل ولا الأمور، ده معروف. طيب هل الإمام أحمد بن حنبل يعد وحده المعبر عن السلف؟ لا طبعا، السلف زي ما كان فيهم الإمام أحمد كان فيهم الحارس المحاسبي، زي ما كان فيهم الإمام أحمد كان فيهم الإمام الشافعي اللي ناظر المعتزلة، فهمتم؟ زي ما كان فيهم الإمام أحمد كان فيهم أبو حنيفة الذي كان يخرج من الكوفة إلى البصرة ليناظر أهل الفرق والأهواء المختلفة. فده كان موجود وده كان موجود. يقول: ولو أمعن، يعني الإمام أحمد، لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوق وغيره مما لم يؤول. يعني لو أمعن النظر وتفكر الإمام أحمد بن حنبل كما تفكر غيره من أهل النظر لذهب لما ذهبوا إليه، خاصة في مسألة مهمة يدور حولها الكثير من الكلام، وهي مسألة الجهة. مسألة ماذا؟ الجهة، حيث نفى أهل السنة والجماعة الجهة في حق الله عز وجل، لأن الجهة من صفات الأجسام. لما تفكروا وجدوا إنه الذي يحتاج إلى مكان أو إلى جهة هو الجسم. الجسم لا يمكن أن يكون موجود إلا في حيز، لابد أن يملأ حيزا من الفراغ، ده صفة من صفات الجسم. طب هل الله جسم؟ لا، الله ليس بجسم. إذن الله ليس في حاجة إلى مكان، الله هو خالق المكان. فهذا النظر العقلي أدى بعلماء أهل السنة إلى أنهم يؤولوا الآيات التي فيها نسبة الجهة لله سبحانه وتعالى. فأنت لما تيجي تقرأ في القرآن مثلا: أأمنتم من في السماء، إياك أن تظن أن الله في السماء، يعني ربنا موجود في السماء والسماء محيطة به من كل جانب، حاشا لله، حاشا لله. طيب إياك أن تظن أن الله عز وجل في جهة فوق، بحيث يبقى اللي في الدور العاشر أقرب إلى الله من اللي في الدور الأول مثلا، حاشا لله. الله منزه عن هذا، الله منزه عن المكان والجهة. وهذا نص عقيدة أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. فإذا الشيخ هنا بيقول: ولو أمعن، يعني لو أحمد بن حنبل رحمه الله أمعن النظر العقلي لظهر له ذلك في الاختصاص بجهة فوق وغيره مما لم يؤوله، يعني مما أوله فريق النظر العقلي أو علماء أهل السنة والجماعة. يقول: والأشعري والمعتزلي لزيادة بحثهما، لزيادة بحثهما جاوزوا إلى تأويل ظواهر كثيرة. ليه؟ لأنهم لما دققوا النظر وجدوا أن هذا النظر العقلي يقودهم إلى أمور مستحيلة في حق الله عز وجل، فيقولون: نؤول هذا حتى لا يفهم الناس منه ما لا يليق بالله سبحانه وتعالى. وأقرب الناس إلى الحنابلة في أمور الآخرة الأشعرية. أمور الآخرة، ما المراد بأمور الآخرة؟ أمور الآخرة يعني السمعيات، البعث والحشر والنشر والميزان والصراط والحوض والشفاعة والجنة والنار ونعيم الجنة وعذاب النار، وكل هذه الأمور متعلقة بأمور الآخرة التي نسميها السمعيات. هذه الأمور السمعية يثبتها أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية بلا تأويل، بلا تأويل. ليه يثبتونها بلا تأويل؟
لأنه ظواهرها غير مستحيلة عقلا، لأنه إثباتها لا يؤدي إلى استحالة عقلية. فنحن نثبت ميزان حقيقي له كفتان، نثبت حوض حقيقي يشرب منه الناس يوم القيامة، نثبت صراط حقيقي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نثبت كتاب حقيقي سيأخذه الناس بأيمانهم، نثبت جنة ونار حقيقية وعذاب ونعيم حقيقي حسي، وليس في مجرد نعيم وعذاب معنوي كما يقول بعض الفلاسفة أو بعض الباطنية. فإذا يقول الشيخ وأقرب الناس إلى الحنابلة في أمور الآخرة الأشعرية، لكن الأشعرية خالفوا الحنابلة في إيه؟ فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى. فتجد إن في مدرسة أو تيار داخل أهل السنة الأشاعرة والماتريدية يذهب إلى التأويل، بالإضافة إلى التيار الآخر اللي حضراتكم عارفينه اللي هو الذي يذهب إلى التفويض كالحنابلة. يعني حتى الأشاعرة والماتريدية مش كلهم بيذهبوا إلى التأويل، ولكن بعضهم يذهب إلى التفويض كالحنابلة. يقول وأقرب الناس إلى الحنابلة في أمور الآخرة الأشعرية، فإنهم قرروا فيها أكثر الظواهر إلا اليسير، إلا اليسير من هذه الظواهر. قال والمعتزلة أشد منهم توغلا في التأويلات. المعتزلة أكثر توغلا في التأويلات، والمعتزلة وفق هذا القانون الذي وضعه حجة الإسلام الغزالي لا يعد المعتزلي منكرا بل يعد متأولا، فلذلك لم يكفر أهل السنة المعتزلة. ومع هذا فيضطرون أيضا إلى تأويل أمور عن الأشعرية كما ذكرنا من قوله إنه يؤتى بالموت في سورة كبش أملح. يؤتى بالموت في سورة كبش أملح هذا أمر من أمور الآخرة وهو من السمعيات، فهتلاقي غالب الأشاعرة قالوا الموت عرض والأعراض لا توجد زمانين والأعراض لا توجد وحدها، فلا يمكن إذن للموت أن يؤتى ويذبح، فقالوا إنه لابد أن يكون هذا أمر تمثيلي سيأتي الله عز وجل بكبش حقيقي، ويعني ويكون هذا تمثيلا وعلامة على انتهاء الموت بالنسبة لأهل الجنة وأهل النار. أو أولوها بأنه الله عز وجل يعني يعطي في هذا الحديث مثال على انتهاء الموت بالنسبة لأهل الجنة وأهل النار. أيا كان، إنه الكثير من الأشاعرة لم يحملوا هذا الحديث على ظاهره، لم يحملوا هذا الحديث مع أنه من أمور الآخرة، فاضطروا للتأويل. لماذا؟ لأنه وفقا لقواعدهم الموت عرض والعرض لا يمكن أن يذبح. قال وكما ورد من وزن الأعمال بالميزان، فإن الأشعرية أول فقال توزن صحائف الأعمال. إذن الذي ورد هو وزن الأعمال، تمام، والأعمال أيضا لا توزن لأنها أمور معنوية، الأعمال أمور معنوية، فلذلك أولها بعض الأشاعرة وبعض الماتريدية أيضا إلى أن الذي يوزن هو الصحائف التي كتبت فيها هذه الأعمال، وتخلق فيها أوزان بقدر درجات الأعمال، وهذا رد إلى الوجود الشبهي البعيد. طبعا لما تقول لي إنه الذي يوزن هو صحائف الأعمال فهذا إثبات للميزان لا شك في هذا، وإثبات للصحائف، لكن هذا وجود يعني لما تثبت الوزن هنا فأنت تثبت وزنا شبهيا وليس وزنا حقيقيا للأعمال، وهذا رد إلى الوجود الشبهي البعيد. فإن الصحائف أجسام كتبت فيها رقوم تدل بالاصطلاح على أعمال هي أعراض، فليس الموزون إذن العمل. يعني أنت لما تيجي تقول لي الموزون صحائف الأعمال يبقى هذا إثبات للوجود لكنه وجود شبهي، بل محل نقش يدل على العمل بالاصطلاح. والمعتزلي يؤول نفس الميزان، خد بالك معايا، السني لا يؤول الميزان وإنما يؤول الصحائف لأنها هي التي تصلح للوزن. المعتزلي يقول لك لا، ما فيش ميزان، ده كناية عن العدالة الربانية،
والمعتزلي يؤول نفس الميزان ويجعله كناية عن سبب به ينكشف لكل واحد مقدار عمله، وهو أبعد عن التعسف في التأويل بوزن الصحائف. يعني شوف، حجة الإسلام هنا بيقول إنه تأويل المعتزلة هنا أبعد عن التعسف، يعني أقرب إلى عدم التكلف، يعني كأنه بيقول إنه رأي الأشعرية هنا أقرب إلى التكلف من رأي المعتزلة. لذلك ستجدون إنه بعض أهل السنة أيضا ذهب إليه المعتزلة، فيقول إنه الوزن المراد به ليس الميزان الحقيقي، ليس المراد ميزان حقيقي له كفتان، وإنما كناية، أو وإنما يعني كناية كما يقول الشيخ عن يعني عدل الله عز وجل في حساب عباده. فيقول هو أبعد عن التعسف في التأويل بوزن الصحائف، وليس الغرض تصحيح أحد التأويلين. يعني إحنا مش قضيتنا هنا أي تأويل هو الصحيح، إحنا ما بندرسش هنا مسألة بعينها، علشان بنبه حضراتكم بقول لكم إن الوقوف على المثال ليس من دأب المحصلين، دي قاعدة لازم تحفظها. يعني دايما هتلاقي الشيخ وهو بيشرح لك في أي علم من العلوم بيجيب أمثلة، إذا وقفت عند المثال يبقى أنت مش طالب ذكي، افهم المعنى من المثال، ما تناقشش في المثال. عشان كده قالوا الوقوف عند المثال ليس من دأب المحصلين، لأنه الأمثلة كمان بيؤتى بها مع توسع، يعني قد لا يكون المثال دقيقا في التعبير عن المسألة، لكن بيؤتى بالمثال للتعبير عن معنى نريده من المثال. واضح؟ اه، فإذا حضرتك ما تقوليش طب أيهما أصح يا شيخ؟ إحنا ما بنناقش هذه المسألة خالص. إحنا مسألتنا هنا إنه خد بالك معايا إنه هناك أمور اضطر الأشعرية لتأويلها، رغم إنهم أخذوا على أنفسهم أو على عاتقهم عدم تأويل أمور الآخر. بل كانت بعض تأويلاتهم أبعد أو أكثر تكلفا من تأويلات المعتزلة اللي إحنا بننكر عليهم المغالاة في التأويل. ليه؟ لأن الكل مضطر إلى التأويل كما قلنا، وليس الغرض تصحيح أحد التأويلين، بل أن يعلم أن كل فريق وإن بالغ في ملازمة الظواهر فهو مضطر إلى التأويل. ليه؟ لأن في عندك نصوص قرآنية لا بد أن تفهمها في ضوء اللغة العربية، واللغة العربية فيها كنايات، فيها استعارات، فيها مجازات، فيها إلى آخره. فأنت هتقول لي القرآن ما فيهوش لا كنايات ولا استعارات ولا مجازات، يبقى أنت بتقول القرآن ليس عربيا، يبقى أنت كده بتكذب القرآن حين قال الله عز وجل بلسان عربي مبين، وهذا لا يقوله عاقل. ماشي؟ إلا أن يجاوز الحد في الغباوة والتجاهل فيقول الحجر الأسود يمين الله تحقيقا. هل ممكن حد يقول إن الحجر الأسود هو يمين الله على الحقيقة؟ فيروح للحجر الأسود وينظر إليه على إنه يمين الله على الحقيقة؟ ده غباء. يعني لا يقول بهذا أصلا إنسان عاقل، يعني فضلا عن إنه في هذا إثبات النقص في حق الله سبحانه وتعالى. يقول والموت وإن كان عرضا فيستحيل كبشا بطريق الانقلاب، والأعمال وإن كانت أعراضا وقد عدمت فتنقل إلى الميزان ويكون فيها أعراض هي الثقل. الأشاعرة والحكماء فلاسفة يقولون العرض لا يبقى زمانين، والعرض يحتاج إلى شيء يحل فيه، زي اللون كده، زي اللون لا يوجد وحده، وإنما يوجد فيه شيء. فتقول لون القلم، لون الكتاب، لون الباب، لون الحيطة. آه، فاللون ما بقاش موجود لوحده، فالأعراض لا توجد وحدها، فالموت عرض يكون في شيء، موت الإنسان، موت الحيوان، موت النبات، ما بقاش موجود وحده. فكون إن الحديث يقول يؤتى بالموت، آه، هذا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى إعمار النظر حتى نفهم مراد الله عز وجل على وجه معقول صحيح. طيب، قال والأعمال وإن كانت أعراضا وقد علمت ستنقل إلى الميزان ويكون فيها أعراض هي السنة. طبعا يعني لا يمكن لأحد أنه يفهم، يقول الشيخ أنه الإنسان قد يجاوز الحد فينسب لله أنه الحجر الأسود يمين الله تحقيقا، أو يقول أن الموت وهو عرض يذبح على الحقيقة، أو يقول أن الأعمال وهي أيضا أعراض توزن على الحقيقة.
هذا الكلام يعني كلام بعيد، يقول الشيخ: ومن ينتهي إلى هذا الحد من الجهل فقد انخلع عن غريزة العقل. هنا بقى مسألة مهمة جدا لازم حضراتكم تاخدوا بالكم منها، برضو هتلاقوا حجة الإسلام الغزالي بيأكد عليها في كتير من كتبه، وهي إنه الله عز وجل أعطانا نورين، أعطانا نورين: القرآن الذي هو نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وأنزلنا إليكم نورا مبينا. فالقرآن وصفه الله في أكثر من موطن بأنه نور. طيب هناك نور آخر أعطاه الله الإنسان، وهو نور العقل، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فالإنسان بالإضافة إلى عقله مع النور الآخر الذي هو الوحي، بهما يهتدي الإنسان. وبالعقل نحن عرفنا صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وبالعقل عرفنا صدق القرآن، وبالعقل نعرف كيف ننفذ تكاليف الله سبحانه وتعالى. فلا يمكن أبدا أن نحن الله عز وجل يأتينا بشريعة ثم نتجاهل العقل الذي أعطاه الله عز وجل لنا. فلا بد إذن أن نفهم ما أعطاه الله لنا في ضوء العقل الذي أعطاه الله عز وجل لنا، وجعلنا به عقلاء، وميزنا به عن سائر المخلوقات. لذلك هتجدوا العلماء يؤولون من نصوص القرآن والسنة ما يؤدي إلى استحالة عقلية، والاستحالة العقلية هنا معنى محدد. ما هو المستحيل العقلي؟ هو الذي يؤدي وجوده إلى اجتماع نقيضين. الاستحالة العقلية مش معناها هنا إنك ما تتصورهاش أو إنك ما تبقاش معتاد عليها، لا، في فرق بين الحكم العادي والحكم العقلي. احنا بنتكلم هنا عن الاستحالة العقلية وليس العادية، حتى لا يتناقض الشرع، حتى لا يتناقض الشرع مع القرآن. والحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. نقف هنا. طيب نلقاكم من القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.